اسقطنا دستور، اسقطت كل مؤسسات الدولة. في الوضعية دي هيكون التعامل ازاي؟ على اي اساس هنتعامل؟ وفقا للدستور الحالي وفقا لاعلان دستور جديد هنتعامل ازاي؟ الدستور الحالي زي ما حصل في 25 يناير انه في شرعية ثورية، الشرعية الثورية بتاعت 25 يناير مستمرة لغاية دلوقتي. في عقبة جت في طريق اسمها جماعة الاخوان المسلمين، قررت تجيب دستور بالدراع، هو كده وهيمشي كده، وده احنا كلنا شفنا على التلفزيون ازاي اتسلق الدستور ده، وازاي كمان ان الدستور ده بعد كده طلع انه في تناقض اصلا في مواده بينها وبين بعضها، وقلنا ده مليون مره ومحدش سمع، كان في عندنا سلطه ما بتسمعش. لو بنتكلم على الشرعيه الموجوده، هي استمرار لشرعيه الثوره في الموجه الثانيه بتاعتها اللي نزل فيها اعداد بالملايين في محافظات مصر كلها. ولو اتكلم الشرعيه الثوريه جايه من ان النظام بيبقى ما عندوش قدرة على السيطرة على جهاز الدولة، الثورة بتحكم بأنها هي اللي بتسيطر على أجهزة الدولة. كل محافظات مصر دلوقتي مباني المحافظة اللي قاعد فيها الثوار، مش اللي قاعد فيها المحافظين اللي معينهم النظام الإخوان. معظم الوزارات ما بتشتغلش لأنه اللي بيدورها بشكل رئيسي الثوار. معظم الميادين في مصر فيها ثوار، مش عارف عايزين ايه اكتر من كده عشان يبقى في شرعية ثورية. هي في ثورة، هي موجة تانية من ثورة 25 يناير لتصحيح المسار، عشان نبقى على المسار الصحيح، انه احنا خارجين من اول يوم فعلا مش فارق معنا مين اللي يحكم، بس فارق معنا نتحكم ازاي. يعني انا مش فارق معايا دكتور مرسي يحكم ولا غيره خالص، بس فارق معايا اتحكم ازاي، فارق معايا نبقى في قواعد عادلة للحكم، ما يبقاش الدول المحترمة او الدول اللي بتتبني بشكل تقدمي او بشكل حديث، يعني ما بتتبنيش على اشخاص. احنا بنشوف في العالم كله بتتغير حكومات وبيمشي ناس وبتيجي ناس، المؤسسات بتفضل ادائها زي ما هو. اللي بيتغير ايه؟ انه بيزود هنا الضرائب مثلا شويه، الحكومه دي بتزود ضرائب، الحكومه دي بتدعم الاستثمار شويه، الحكومه دي بتدعم العداله الاجتماعيه شويه، او الاداره دي، الرئيس ده، الحزب ده، وبالتالي كله حسب برنامجه الانتخابي. الاصل في الموضوع ان مؤسسات الدوله بتاعت الشعب، ومن هنا بنتكلم بقى على انه الجيش ده المفروض بتاع الشعب، الشرطه المفروض بتاعت الشعب، وزاره الصحه بتاعت الشعب. لو ده ما كانش حاصل يبقى ده كان غلط، واللي اتعمل فيه المفروض يتحاسب. اللي كان مسؤول على ان المؤسسات دي قعدت فتره مش بتاعت الشعب المفروض يتحاسب، ولو ما انحازتش المؤسسات دي للاراده الشعبيه هيبقى المفروض هي كمان تتحاسب. الاصل في الموضوع ان مؤسسات الدوله هي مؤسسات مستقله المفروض تنحاز دايما لاراده الشعب، لانها ملكي، مش ملك اي حد، مش ملك حاكم. الحاكم بيروح وبيجي، المستمر واللي باقي هو الشعب ده. طب كان بيؤخذ على الاداءات اللي كانت في الثوره الاولى، ثوره 25، ان كان بيقول اسقاط النظام، وان احنا عايزين نهد المؤسسات علشان فيها فساد، ودخلنا في دوامه ومقاومه وتهنه الحقيقه. يعني المره دي في نظره مختلفه، يعني في تخيل مختلف علشان نحافظ على استقرار البلد بمؤسساتها ونصلح بطريقه ما بالداخل من غير ما نهدم ونبني من جديد، يعني زي ما بيقولوا. طيب هي بس في الاول مش ثوره اولى وثوره ثانيه، هي استمرار لنفس الثوره، هو لانه ما مشيتش صح من اول لحظه فتصحيح مسار. لانه اسقاط النظام لا يعني اسقاط المؤسسات خالص. اسقاط النظام يعني اسقاط الطريقه اللي بتدار بيها هذه المؤسسات. يعني مش هروح اهد وزاره الصحه، مش هروح اسرح كل العاملين في وزاره الصحه. طب مش طول وقت من الاوقات تطهير الداخليه، وانه يتم يعني يشيلوا يقيلوا كتير من القيادات ومن لسه بيطلب. يعني ده حاجه مش طلبت وخلصت، هو طلب ولسه بيطلب، وزي ما بدانا في 25 يناير بالطالب ده بنطالب ده دلوقتي. مش الاهم مين القيادات، المهم النظام اللي بيسري بيه. يعني انا اشتغلت على قانون الشرطه مثلا، تكتشفي انه من فرد شرطه العقيد كلهم بيبقوا زي مرتب الموظف العادي، بعد كده بيبقى مرتبه وهيكمل ولا لا بناء على التقرير اللي بيعمله رئيسه. فده معناه ان انت بتخلي انتماء رجل الشرطه لرئيسه مش للمؤسسه، وبالتالي هو في الاخر اكل عيشه مرتبط بالقرار اللي هيديه رئيس الشخص، برضا مديره مش برضا الشعب. وبالتالي كان طبيعي جدا لما تلاقي انه ميزانيه الدوله، ماشي، ميزانيه وزاره الصحه والتعليم هم يساووا تلت ميزانيه الشرطه، وميزانيه الشرطه معظمها رايحه للتسليح وللتعامل مع المظاهرات وللامن الوطني لكل ده. ومعظمها ده 70% منها. وبالتالي انت غيرت عقيده جهاز الشرطه من 81، من ساعه ما دكتور، من ساعه ما
الرئيس سابق حسني مبارك، الرئيس مخلوع حسني مبارك حكم، غيرت عقيدة الشرطة ان بقى شغلانتها الامن السياسي مش الامن الجنائي، وبالتالي هي المفروض ما لهاش علاقة بالسياسة، المفروض اصلا الداخلية ليها علاقة بالاعمال الجنائية، وبالتالي انهارت كفاءتهم فيما يتعلق بالاعمال الجنائية وبقوا بيشتغلوا في الاعمال السياسية بس اللي هي مش شغلانتهم، وبالتالي لغاية دلوقتي احنا بنطالب فعلا بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. اسقاط النظام يعني اسقاط الطريقة اللي بيدير بيها النظام. اللي بيحصل النهاردة لان النظام ما سقطش، لان دكتور محمد مرسي حكم بنفس الطريقه اللي حكم بيها حسني مبارك. مظبوط. طب استاذ زياد، احنا في حرب تصريحات طبعا بقالنا فتره طويله. انا توقفت مع تصريحات لجهاد الحداد بيقول فيها تهديدات الجيش بالتدخل ادى الى تغيير قواعد اللعبه. عن اي قواعد يتحدث جهاد الحداد؟ انا ما اعرفش قواعد اللعبه، ان اللعبه يعني اعتقد ان هي قلبت بجد. انا معرفش قواعد اللعبه اللي كانت بينهم، بس هو انا رايي انه الجيش مش الطرف في الموضوع اصلا بشكل رئيسي. الناس اللي في الشوارع هو ده الموضوع على فكره. يعني الجيش لو عايز ينقلب كان انقلب من زمان، وكان قدر يجيبه من بيته. يعني هو ده بيخلينا مع طيارات ودبابات يعني مع حاجات بنسرح بخيالنا نشوف الفكر ده ماشي في اي اتجاه في اي سياق. هقول لك حاجه. عندك حاجه من الاثنين، انه لما بيبقى في وضع بالشكل ده على مؤسسات الدولة أن تنحاز للملايين اللي في الشارع، وبالتالي في الآخر هي خسرانة مش هتكسب، لأنه محدش بيكسب شعب خالص، عمرها ما حصلت يعني ماشي، أو تنحاز للسلطة القائمة. أكيد المجلس العسكري السابق ما كانش فيه أقرب له من مبارك، بس في لحظة ما اختاروا أنه يبيع الراجل ده عشان الناس اللي في الشارع أقوى. الناس اللي في الشارع اقوى لانه في الاخر هم اللي بيدفعوا الضرائب اللي بياخد منها الضباط اللي في الجيش مرتباتهم، وهم اصلا اهالي الضباط اللي في الجيش. يعني ضباط الجيش كان هتلاقي مراتاته معانا واخته وبتاع وكلام من ده، وبالتالي هو مش هيواجه، هيبقى صعب قوي، مفيش حد بيقدر يواجه الشعب، وبالتالي هو عليه انه ينحاز. في اللحظه دي بيختار حاجه من الاثنين، انه ينحاز للشعب للملايين اللي في الشوارع عشان يعني يكفي البلاد شر انه يبقى في حرب بين الشعب وبين مؤسسات الدوله، وساعتها مؤسسات الدوله هتنهار فعلا، هتنهار وهو جزء من مؤسسات الدوله اللي هتنهار دي، فبالتالي هي هتخرب علينا كلنا، او ان هو ينحاز للشعب وبالقواعد العاديه انه في سلطه بتمشي وسلطه بتيجي وكل ده بيحصل. هو ده الترتيبه الرئيسيه. لو احنا بنتكلم